النهارده اعضاء المجلس الاعلى لتنظيم الصحافه والاعلام والهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه للاعلام ادوا اليمين الدستوريه امام البرلمان خلال الجلسه العامه لمجلس النواب. الكاتب الصحفي الاستاذ مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام قال في كلمته امام المجلس ان المسؤوليه صعبه وشائكة ولم نأتي إلى هذه المواقع لتكميم الأفواه بل لتكون الكلمة حرة ومسؤولة ونحن جادون في التواصل والتوافق مع المؤسسات الصحفية والإعلامية والنقابات والدولة. أما الأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قال إن الإعلام مثل النار إما يشعل الحرائق أو يجلب الدفء وطالب ان البرلمان يكون داعم لهم. طبعا احنا بنتمنى انه الاعلام يجلب الدفء ما يكونش مشعل للحرائق لان الحرائق كلنا بننكوي بنارها وطبعا بنطلب دعم البرلمان.